Asrin Awsanul Tibul Hadad. Mudah-mudahan berjamaah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedaya pembaksa itu berkulat Allah Subhanahu Wa Taala. Utamkan orang sana. Sedaya berikan kepada Islam berkulat Allah Subhanahu Wa Taala. Habibullah Al-Haddad mana Quran Naus dengan InsyaAllah Mu'alif Al-Kitab hadir di orang saja. Ambil khusus datuk yang biasa dirujuk baginda Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الفاتحة إلى رسالة محمد حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأولى حضر دره سيد الفاتح المقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وفوره وذكره عليهم أجمعين أن الله يرحمهم ويؤمن الجنة dan bi asrarihim wa anwarihim wa nurihim wa nafan barakatin fiddin wa dunya akhir al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا ضد الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وهو يميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم تكفير الله سدينا Thank you.
اشفع لنا يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله.